السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. هذا يوم القفال عاد الحين ها جالسين أبوي لما شيرنا حد أبوي تلات بس وحد يتعدل وحد بس الحجرة جايين أبوي معدلة وحين عازمتنا ناطرة عاد ما بناطرة وايد شوية وما قصروا عطينا ثلاثة غرف جزاهم الله خير. غرفة هناك سويت اللي خاري هب سويت شال اللي على البحر والطرف هذا حجرتين. نحن الحين طالع هذا قفار وحين إن شاء الله متوكلين على الله سبحانه وتعالى ونطلب من الله التيسير وأكرمه الله، لكن إن شاء الله إن شاء الله لنا عودة في القريب العاجل في الختام إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحين. وساري شكرا على كل ما قبل من الترتيب، الترتيب كان مميز حفا وترتيب وتقدير ما قصرت ابنا من اول ما طلعنا من بضبي لين وصلنا يوافينا بكل ما هي شارده ووارده كل كبير وصغير من عند هالريال هو اللي يوافينا بكل احداثيات وحين نحن اليوم نشتري سالم بضبي ان شاء الله عاصمه الحبيبه وبيوافينا بكل كبيره وصغيره بالفيديوهات والمرئية والمسموعه وكل شيء اي شيء تقصير ترى من هالريال وصلت كل شيء يعني تسلم ترى ما من التقصير لا والله وفي من يوم عرفنا لين اليوم من يوم يانا ويا بالدعوة بارك الله فيه والأمور الحمد لله طيبة وكل شيء زين وكل الأمور كلها سهالات. سلام عليك. السلام عليكم. محمود أنت ولا أبو عماد؟ إن شاء الله ما أنت أبو عماد شكلك يقول محمود شكلك ما بمال عماد زين محمود عماد 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 شو الريوق هذا من وين؟ هذا اليوم طال عمرك في بعد باريس الرجات هاي كلها من وين؟ من قمة حمدة بنت غانم هي المزروعي حرمة نادر ايوه حرمة نادر أيوة. نادر يعلى الله يحفظك يا هذا مع ابو مهنا ها بها بيت قم بن مهنا بن مهنا هي وفي بعد حق عيشة حمد المزروعي هاي هي بلالي شو جايبين؟ جايبين بلاليط و القيمات وبلاريط مغير ودنقة وخبيص وهريس ومحلة مكرونة يا رب البيت عنب ومكرونة صباح الله خير شكرا لكرم رواعي دلمة وبالأخص عادة الغاليات اللي أنا رابي وياهن من يوم نحن يهال لين يومكم هذا كلهن هاللي نعدت أساميهن هاي لبوي دم ولحم ونسب وخول مخول بيني وبينهم من صدقان ويران كلت وشربت وربيت بينهم بين عيالهم الكبار قبل الصغار فالله الشر والبلاء عنهن وعن ذريتهم يرحم أمواتهم وموات المسلمين أجمعين. مشكورة يا معماد مشكورة مشكورة معرستي معماد عندك عيال يعني أكيد لا في وايدات اسمها فاطمة يذكرها أم حسين وهي ما بمعرسة خالد بوليد وهو ما بمعرس هذا براعي بوتوفيج وما بمعرس الله يبارك فيهم موجودين هني عندنا في دلمة موجودين في أبو ظبي داومون بارك الله فيك وفيهم نزل لك ريل ريل عندك الحين هذا هذا ريلك وين منهم هذا اللي ضعيفوني وين فرس ما هي فنان بعد مشكوره مشكوره يا عبد الرحمن ها معماد معماد شكرا هذا حرمه احنا حمد حرمة نادر حمد حرمة نادر حرمة حمد حرمة نادر عرف يوم يابو يوم جايبينها عروس يوم اول ما اخذها نادر والله اني لحقت على عرسه هي في مدينة زايد نحن يهال اول ما اخذها نادر من عقب ما توفت حرمة الاولية تبلغ لك السلام هي والله عليك وعليها السلام اول ما اخذها سبحان الله هي والله أبو رواعي دلمة شكرا يا رواعي دلمة وبالأخص بنت غانم الله يسلمك ويحفظك خلفان يفرحك إن شاء الله ذرية ذريتك مبارك لك أنت رواعي دلمة وبنات هزيم وكل الحرمات اللي في دلمة ما رو محصاهم ما شاء الله ما ينحصى من كثرهن الله يبارك فيهن ويحفظهن أنت ما بترياني؟ أنت أبو يهدر باريت وين بتريانا يوعهم؟ لا حول لا هو لا بالله معمال أيوة معمال شو تقولي اللي توت؟ أم هنّة إيه أم مهنا أيوة أم الريال هذا أيوة طرش شو مطرشة مطرشة نخي مطرشة المكرونة
هلا ما شاء الله عليهم. انا عارف المكرونه من عند والدته الرجال هذا ابو عبيد. سلم على الوالده كثير السلام. مشكوره مشكوره يا بنت الناس ليواد، مشكوره علي طرشتي. طبعا محلاهم روح حقير نمولي يا سلام. ها يسالونك عن المحل الفنان بقول هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. شو بلاك زيغني ما ادري يا كركر ما ادري شو قال لي. يلا عاده توك ما تاكل محلة ويا هريس؟ لا هريس بروحه والمحلة بروحه. حلف انا توني شفتك تحلى. لا هني طاحت الخبزة ويد شلتها. شو انت بتقول يعني حق لوادم؟ شو توك قرب الله في ذمك كحير ابو عبيد. شو توك كان نسوي؟ محلة بهريس يا اخي يلف المحلة بالهريس ويدخل عن البلد. يعني شو توك ليش تكذب تقول ما تاكل هالنمونة؟ الحمد لله ان هذا رجال الحين بلحيته شافك شوف العين. قال منو شاهدك ابو الحسن؟ قال عتوت. بعد ها وهذا منو؟ انا اكل نحن ياسين ترى يقوم عماد ياسين ترمس. انا اقول حق زايد بن ساري اقول له ابو ساري نحن موجودين بغيتونا نرد اليوم بعد ما عندنا مشكله اي وقت بغيتونا نحن بنشوفها فالكم طيب. عاده تقول الحين يا اصور عاده طالع عمر زايد. هي والله تقول نحن سنه كم جيت انت دلما؟ 1986 86 جاي بطياره انت؟ اكيد من البلد طيارة بس في الاول ما كان شيء الا لانش واحد كان. لا من ابو ظبي كيف جيت بطياره؟ لا لا لانش كان لانش والله والله بس الحمد لله. وكيف كانت طريقه وصولكم الى دلما؟ طريقه وين؟ كانت في زمان طياره عسكريه. هي جيت بطيارة عسكرية ولا لنج؟ لا لنش كان لنش ساعتها ما كانوا عبارات ولا كانت بس لا كانت الرحلة متعبة؟ أكيد بس الحمد لله الحمد لله. أي بيت دلمة؟ كانت الحمد لله وين كانت والحين وين صبحت؟ سبحان الله ما شاء الله. يعني كان ظلمني الأول اللي يزيره ولا كان فيها إنارة ولا ما كان لا إنارة ولا طرقان ولا أي شيء ولا أي شيء كان. هالشوارع اللي الحين إحنا نشوفها ما كانت والله والله ما كانت عقب استوت البيوت حتى الفندق ما كان ساس بس من والله سبحان الله الحمد لله بارك الله فيك. يا مرحبا ابو ساري والله مليون مرحبا. شو هالصداقه ويا ابراهيم توفيق؟ والله ابو ابراهيم يقول ما قصرت على الكلام قلت له هذا واجب مشكوره بعد مشكوره. زين لف بعك شيء باجي ان شاء الله عليك. عماد يا مرحبا بام عماد. ام عماد كم سنه لك الحين في دلمة؟ الحين 31 سنه. مبسوطه؟ اكيد لازم. عشتي اكثر في دلمة ولا في بلادك؟ عشت هني في دلمة اكثر من بلادي. مبسوطه؟ جبتي العيال وعرستي؟ الحمد لله. تعال ما راويتيني رايلك؟ خلاص عيونك روحي نادي زقري زقري الله يخليك. شو اسمه؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن عبد الرحمن دقداقه ياكل حشيش الناقه يمشي ويتشحل عينه يبالي حرمه زينه. تعرفين الاغنيه هاي؟ عبد الرحمن دقداقه ياكل حشيش الناقه يمشي ويتشحل عينه يبالي حرمه زينه. هاي اغنيه الاول يغنوها على اي واحد اسمه عبد الرحمن. ترمي تغنينها؟ لا غنيها حق ريلك. عبد الرحمن عبد الرحمن تعال ضروري ضروري عليك طلب. عبد الرحمن كيف حالك؟ الحمد لله بخير. ما شاء الله عليك ما شاء اهنيك بهالحرمه الفاضله الطيبه. الحمد لله. نعم اسميك حظك طايح وياك يوميه. الحمد لله. اي والله. هذه من جد والدي ومن عم عبد الله. الحمد لله رب العالمين تستاهل تستاهل. الله يهنيك ان شاء الله. اي والله لك الجنه يا ابوك اللي صابر عليها لك الجنه. الله أبوك الحمد لله رب العالمين. أقول لك كان الأول فنان وسفر وقمر إلا من حق ما أخذها أخذها النمونة. الله يبارك فيك إن شاء الله ويخليك إن شاء الله ويخليك. عبد الرحمن دقداقة ياكل حشيش الناقة يمشي ويشح العين يبالي حرمة زينة. بارك الله فيك عبد الرحمن. وين ساير؟ يا ريال كادت إنك ليل بنهار. الله يكون لك في المستعان. الله يكون في عونك. الله يكون ولا الاول يقول لك شو الوي سفر وقمر
خذت عفوان والله تايم يمدح في بول فيك الله يا الله يكون في عونك الله يخليك ان شاء الله يا ام عبد الرحمن عماد ام عماد ام عماد ممري تعبان ما حضر معي اي والله الله يخليك ان شاء الله مشكوره يا ام عماد شكرا على حسن الاستضافه وشكرا على كل شيء يخليكم يا رب يحفظكم بارك الله لا والله ما شيء قصور ما شيء قصور وافيه وافيه انت وهالدلمه والناس كلها من هذا يوم يقول لك يوم يقول لك من شرب من ماهم ما يسلم من حماهم جاي من اصل طيب وبلد طيب بلاد هالمنبع ووصلت دار الكرم فاستوى سبحان الله شفتوا يوم يقول لك قطو فرن بمصير ظاهر من اصل طيب ويت عند معدن نفس المستوى ونفس الطيب فلذلك تجانست حياته وعاشت حياة هنية سعيدة بسترها والله رزقها هالرجال الفقير المؤمن الله يكون في عونه وخذت ويابت العيال والله كتب لهم العيال لكن الحمد لله رب العالمين تستاهلين كل خير ويحفظك إن شاء الله ويخليك نحن نحبكم ونحب أصلكم ونحب بلادكم ونحب المسلمين كلها وين يوتنا تو لكن أنتوا بصفة خاصة يا المغاربة لكم مكانة خاصة عند أهلنا وعند جماعتنا وعند صدقاننا الشعب الإماراتي عشق كل الناس لكن أنتوا بالذات يا المغاربة لكم مكانة معينة عندنا نعم وبركة الحمد لله اللهم لك ثم بعد لكم مكان جزاكم الله خير الله يحفظ إن شاء الله حكومتكم وحكومتنا وحكومة كل دار المسلمين يا رب الله يحفظهم يكرمهم يا رب يحفظك إن شاء الله ويخليك انا اقول لك سمعي انا اقول لك ام عماد فكي عمرك من هاك اللي هناك وخذي هذا طول 30 40 سنه مشاهده هذاك اخذي الحين هذا والله اعوذ بالله انا بجني عفريت لا والله طيب بعد تقول اعوذ بالله واحيل طيب الله اكبر هل تشوفون هالبيوت الحديثه حاليا وهالبيوت الثانيه الكبار يعني اللي عدد الغرف وايدات بيكون هذاك شيء هناك بعد مول شيء عود هناك بلاد مكبرة والله شوف هاي الشعبية الجديدة بيكون الشعبية من الشعبيات الجداد البلاد والله ما تنقص عبارة بلاد أقولكم بلاد هاي الفرضة على فكرة زايد بن سائل الشامسي جزاه الله خير الشامسي المزروعي هو اللي جاي يوصلنا مسكين لين هني شوف الفعالية شوف الهليكوبترات هاي الهليكوبترات سمونها الهايلاك هاي الشراعية ليه يطير من فوق لهنا اسم باراشوت لكن هاب ما باراشوت علي طروبه هلا اللي روحه يا ربي مجمل المشاهد شوف شوف تشوفون انتوا ولا ما تشوفون شوف الله عليكم هاي طيارة دلمها توها واصله طيارتي بالوادم ما ادري كم تشيل هذا وين الفعاليه شايف النهار وشايف الليل وشايف طبل وشايف سهر وشايف كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء مرحبا يا مرحبا بالورد مرحبا طال عمرك شكرا جزيلا شكرا فديتك بنسوي لكم شويه تصوير بالدرون بخليها ابوي تصير لين هناك بتصوركم هيك بنزلكم اياها الحين تصوير نهاري ان شاء الله اقل من دقائق لا ما احب يرفع علي قضيه وين رادين انت ابوي؟ راح ابو ظبي محمد بن زايد احنا سلام زين ما لقيتوا حد؟ ما حصلنا حد محمد فل العبارات ما شاء الله كل يوم اربع خمس عبارات وكان وبعدهم فل لا حطوا هي حطوا الله ييسر اموركم ان شاء الله ويحفظكم في دعاه الرحمن الله يحفظكم مع السلامه مرحبا 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 ابدا تحرن ياس اسوي طريق مال المرور ايش اسوي هات الدرون ابوي بالتصوير يلا يلا ارض 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 سبحان صباح الورد السلام عليكم والسلام فديت ابوك مازين وما طيب غرب الله تبوك فنان ترى عزيز الله يعزك اي والله اهلين اهلين حالك هذا ابو خليل هذا ابو خليل كل الجو عني كل الجو هذا ابوي بارك الله فيه عدنان ما
ما قصر عدنا بن خالد ها الله يعز قدرك نجهز ابوي تذكرتنا وقطع لنا كل شيء كان ودنا والله تمون اكثر عدنا بس لا ان شاء الله بني في الختام ان شاء الله باذن الله شكرا جزيلا الحين وين احنا اللي بنركب فيها الحين بتركبون هذه يميله بس عاد انتم بتصفون دور هي نعم علينا باس نحب نسير في يميله حينه يميله اللي تو فيها نفسها نعم هي نفسها سبحان الله هذا حظنا الله يحفظك احنا هاي السيارة ها كل نسيد غير الزحمة اللي وراكم بعد نعم. شكرا جزيلا شكرا حبيبي هلا كيف حالك هل ولد الفنان ولدك اي نعم ما انت ماخذ حرمه ولا حرمتين وحده وحده زعلان اشوفك عليكم السلام وهذا الرجال منو هذا ولدي ولد ولدي الحفيد الاكبر هذا الحفيد الله يبارك انت يا ابوك اصبعن عيالك كلهم اي الحمد لله فنان ما فضلت وحدنا البيت يا ريال الله يطول لا خليت ممكن ان شاء الله ولا تكفى ووفى قاطع لنا التذاكر السير والي عيوننا لكم عيوننا لا خلينا لا منك ولا من عيونك سلموا على هالبيتكم الصغار والكبار ما خصلكم حد الله يخليك الله يبارك فيكم ان شاء الله يصير وترجع لنا مره ثانيه ان شاء الله هالصغيروني منو هذا بعد ولد ولدي ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك وين يوزت ولد ولدك من ابو ظبي ما شاء الله عليكم الحمد زين زين البركه فيكم الناس كلهم فيهم البركه ابو ساري شكرا جزيلا شكرا على كل ما قمتوا فيه من مجهود ومن تعب سامحونا تعبناكم ما علي شكرا يا ابو عبيد طال عمرك والله يرحم والديك يطول بعمرك ان شاء الله ان شاء الله لا بد ولا عذر من لي ماشي ماشي لا ما نستغنى عنكم يا ابو عبيد مشكورين يا ابو ساري تحياتي لكم للجماعه لا تنسى تليفوناتنا عندكم امره بالشوفه في الاماره جزاكم الله خير الله يوفقكم يا من لقط رايب سك الصدر بنحور او فواز ما طايب بمسقل مشهور ابو سبع وابو ذوايب في الحديد مهور يستنى من الهبايب وتواقله منعور يا من لاقى طلايب صك الصدر بنحور او فوازه ما طايب بمصقل مشهور بو سبع وبو ذوايب في الحديد مهور يستنى من الهبايب وتواقله منعور الله شو تقول امك؟ تقول انت حشره صدقها لا عبيد لكيري ليش تفاتك شوي شوي خلاص بدي على هاي الاثنينات مو انت طال عرض احنا ابوي ها احنا الحين مره ها على ما تشوفون الخالد يجيك معنا السمر لا لا سمر لا خليك مكانك انا عنصري حزمي والله مرحبا خبر عن منو متو متو دوم اي متو منهم مغيره متو رعشويهات تدري عندنا نفس طولك يعني طويل الريال يعني من مناصير شوف لا 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 مزروعي مواليد خنور ونعم والله شاهد عليه انا ايوه مواليد خنور واي خنور مبين مبين عليه صح اكيد اكيد بتتعدي بهدلمه دلمة قبل 30 سنة ما جيتها وحينه؟ الحين أول مرة أجيها ليش؟ كنت عايش فيها جاي للمهرجان وداير أشوف الحلوين وأشوف كنت بعد شوف إيدا وين عادة هني؟ يا أبو أسبوعك أنت بعد الحلوين لازم تجيب الحزمي هاي الحزمي يلا الحزمي ماشي شراته هاي الحزمي ما شاء الله عليك جدي الحنيش ترى كيف الحنيش ما تسمع به في بيت عزايز اسمع به منو له منو يرد الحنيش الحنيش انا ايه؟ من عياله ايوه ما الله يرحمه الله يغفر له لا لا وين وصلنا الحين الناس ياسف ترى بس السولف وانت جالس هناك الا ويا المسجات ويا التليفون يعني حد يود مش من حلة. أول شيء. نعم. أنتوا قاعدين تشوفون البحر وهذا. أنا ما أحب أوقف فيني لأن راسي دور. إيه؟ أنا قاعد هناك في المكان. شو بسوي؟ أنت عندك.
عندك جمهورك وقاعد يسوون يصورون ياكل لا 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 وادرب الريج انا هناك شويه يلا ماشي مشكله اتفقنا اتفقنا ما بدي اخوات من يوم يوم ها كان شو دلافين دلافين تو ظهرني مئة دلافين ها ها يا ربي يوم ينبر يا ابوك ما نشوفه غرب الله تعدوه وين يصير منك عاده ايه حش الفايده الحين يغوصن وينبرن ما نشوفن شوفونهن تو ظهره كم واحد والله اظهر دخيل والديك اي والله كنظره قار لي ايوه شفتوه هنا اي وي 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 غرب الله تن قايضه هاي والله هادو ها شفتوه شوف الدلافين شوف الدلافين شوف الدلافين لو ما شاد المخرج هي والله هي والله هي والله هادو يا ساسا هادو انا صراحه شوفوا شوف دلافين دلافين ها شوفوا ابراهيم تشوفنا سبحانك يا رب لا اله الا الله قرب الله تم اقواهن ها اي والله سبحانك يا رب هذا والله شيء طرف هذا قبل ما يشرب ها واحد ما عليك اي والله قرب الله تم اقواه هذا ابو يسوي عرض هذا واحد حطه يمين وواحد يسار يحرس لنا ابوي دلافين شفتوهن صورت انت الدلافين شو اسمك انت يوسف وانت روضه وانت مريم وهاي ويا شو اسمك انت واتس يور نيم جوليت هاو ار يو جوليت فاين هو يو لايك وين هو مور يو لايك ايه وانتي شو اسمك؟ لطيفة لطيفة بنات منو انتو حينا؟ بنات خالات كلكم بنات خالات شو اسمك انتي بالكامل؟ لطيفة فهد يعقوب علي يوسف الحمادي وانتي؟ مريم ابراهيم احمد الجاسم وانتي؟ مريم ابراهيم احمد الجاسم الحوصلي وانت؟ يوسف حسن علي يوسف الحمادي ما شاء الله عليك وانتي؟ هي هلا سامي لي حبايبي وانتي؟ عايشة عايشة وين تظلسي عايشة؟ قولي تشيز تشيز لازم تخبر تقول شو اسمك؟ الله يسلمك اسم محمد شو محمد؟ ابراهيم والنعم مرحبا تعال انت تعال بسرعة وانت شو اسمك؟ يوسف يوسف تاخذني تراك ها؟ يلا تبغى صورة ولا فيديو؟ صورة وحينه؟ يلا زين، تراك زادت رقبتي خبيك من الدريشة okay. ايوه شوف ارفعيك على الدريشة شوية ايوه حيلة زين ثانك يو شو اسمك؟ خميس خميس مرحبا بخميس رد السلام حبيبي سلم على هلك ابراهيم كم باقي عنه وصل؟ انا؟ اي ما اعرف ما عندي التايم انت طالع منك شو تشوف وصلنا لو لا؟ ما ينشاف كل السيايير فوق هذه الضفه قاعدين نرجع قاعدين نرجع قاعد نشوف هذه وصلنا الفرضه وصلنا الفرضه وصلنا؟ اي كيف يعني تسوي؟ الحمد لله الحمد لله على السلامه الله يسلمك ما عودكم شهريا من هالوقت انزلكم اعلان جديد وبخصومات جديده وبضائع جديده واشياء مميزه وجديده من وين؟ النون من نون 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 وين الدروب الفنانة والأمور الفنانة والأشياء المميزة ما تيكم إلا من نون إن كان عروض إن كان مديلات إن كان تخفيضات إن كان كل شيء فنان تلقطون ويا نون خصومات المرة هذه لين 90% الناس متبلب ويا على أفراح وعلى ليالي الملاح وعلى ابوها موسم اعراس وابوها الفساتين زاهبة بقيتوا الالوان بقيتوا كل شيء تبونه كله موجود عندهم من تدخل على التطبيق بتلقط ابوي كل الخصومات اللي موجوده على الشاشه ومن تنزل تحت بتلقط ابوي
القمصان والفنايل والماركات اللبس اللي تباه كل شيء هذا يشمله شو تشمله الخصومات بالأخص اللي حق الملابس الرياضية والفساتين والمستحضرات التجميل والجواتي والكريمات والشناط وكل ما يخطر في بالك كل موجود عندهم تصل التخفيضات إلى 90% من سوى من مراري من اللي تباه كل شيء موجود كل شيء موجود عندهم وبكم 90% تسوق حسب الماركة عندك بيوت الأزياء هاللي تشوفونهن بيوت الأزياء عندك مثلا رهف حياة زين فاشن حواء من تضغط على أي مكان منهن تحصل أبوي الأشياء عندهم كلهن كل شيء تباه موجود بتلقط العباة تلقطين العباة نعيمة العباة الحثة العباة اللي مال سهرة العباة للعرس العباية للاستعمال اليومي كل العبي والشيل والألبسة موجودة إن بغيتي لموافج بغيتي الغالي بغيتي كل عليكم 80 و90% خطر عليهم ويقولكم شلوهن بلاش بعد شيء خير عن هالنمونة يا بيكم أرقى ما يكون وأحسن ما يكون وأرخص ما يكون وبرخص بدقة رز شفتوا بيع الصم خلص هالنمونة مسوي لكم يبون يرضونكم بأي طريقة وانتم مبطايعين بارك الله فيكم هذا عرض الله يحفظكم يسمونه عرض الميجا هاي يوميا يتجدد ويوميا يتغير يوميا تنزل أشياء عندهم بأسعار مميزة مش الشرات اللي في السوق في كل الأحوال أرخص عن السوق بوايد يوميا إذا تدخل على الحساب وتتصفح الصفحات هذه بتلقط أشياء غريبة عجيبة ساعات تلقطها خطر عليهم يقول لكم تعشلوا بلاش من كثر الرخص اللي فيه لكن ما ينزل إلا في العرض هذا اللي هو يسمونه عرض الميجا هذا يوصل يوميا في الأسبوع مرتين ثلاث يستوي تلقط في العطورات التليفونات الآيبادات الكاميرات ألعاب الأطفال مستلزمات المنزل ككل ربعي عيالي صدقاني اللي أعرفهم حتى قوم دوارك حتى اللي يشتغلون عندي حتى اللي أنا العمال المساعد عندي في البيت كل نصايحي لهم أنكم لا تأخذون إلا من نون شو السبب نون نون نحن داعم الاقتصادي للدولة نون ليش نحن ناخذ من زيد ومن عند عبيد ومن فلان وعلان ليش ندعم نحن الشركات الأجنبية اللي ما وراها إلا الغربال تسعى في خراب وتعاسة الشعوب لا والله نحن أبوي يقولك يمدح السوق من ربح فيه نحن أبوي بناخذ من شركة اللي خيرها يصب أبوي في بلادنا ما بندعم شركة خيرها يصب عند عدواننا لا نشرم راعي الدار نشرم راعي البلاد نشرم الشركة الوطنية ما يخصنا أبوي في الغربتي شرق وغرب لا والله كلنا هي الملالة جدا قرصة وما رمت أبوي ماي فرضت مغرق فرضت مغرق لها تاريخ عندي ولها حب وشغف في قلبي تربطني في فرضت معلق مغرق صداقة قديمة هاي يقول لك المحامل محامل الجماعة كلهم محامل مشاركة أبوي في المهرجان موجودات هنيها هذا تشوفون شوف العيد ما يبالك لا كل واحد ما شاء الله شيء يا محمل الهند يا أبو دقلين هذا أبوي محمل الهند أبو دقلين يا ليتني كنت ربانه كما شاء الله هذا تحرزاي عنغول هي صليجي عشي تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الله ولا هذا عادة حدث ولا حرج شوف الله عليك صليجه صليجي عشي العين نعم تحرم دهون بزبده ما شاء الله ولا هذا صليجه مسوي له وميض 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 هذا رقم 89 مسوي له وميض صليج هذا يا ابوك شرات شفت له يحطون هالجشه البورد النمونة شرات الريشة في غدي ما شاء الله شوف يحملون هنا حين كلهم في دعت الله كلهم في دعت الله جدا دلمة جدا أبوي دلمة 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 ست البلادين وما زين فيها الماء حد يقول عاد دلمة زد البلادين يا زين فيها الماء وحد أبوي يقول دلمة ست البلادين وكلها واحد تعددت الأسباب والموت واحد شوف ما شاء الله ما شاء الله هاي مركب الهند أبو دقلي يا ليتني كنت ربانه
ايوه 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 شو استعدادات كل ابوي مفرضه تغرق يحملون الحين حمل ما تحمل حمل ما تحمل دعت الرحمن كنت جالس في هدوء واسوق ادربل اموري طيبه مسجم في الطبيعه واشوف يميني ويساري واشوف بلادي مستمتع مستمتع يعني في هالمناظر اللي انا من الاساس احبها يعني زين شو سؤالك ابراهيم ليش ما تسمع اغاني انجليزيه ليش الجو حلوه الاغاني الانجليزيه اي والله شو من الاغاني يعني وايد مثلا في الرومانسي في الهاب هاب في الديسكو إذا ما بغيت في مارينجي في سلسة سواحلي ماشي إسبانيون سواحلي لا سواحلي لا هل أنا حين I'm serious جد يعني أنا ما أحب الأغاني الأجنبية خلاص قل لي ما أحب لا لكن ليش اخترتني أنا أني أنا أحب هالمواضيع لا لحظة أربين خط لازم نسمع شوي ميوزك أنا ما أحب أسمع طب لكن له دربال لا 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 ماشي شغال بس لا شمعنا لا حول شغل شو أقول لحين أنا هذا اللادمي اللادمي شو أقول له شو أقول لك الحين شو تباني أرد عليك يعني أبراهيم لا ترد علي شيء إن شاء الله خلاص حاضرين دار أبو ظبي شو من خالد الخالد يا الخط